وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من لبنان الصحفية والإعلامية نجاة شرف الدين. بعد تحية أستاذة نجاة، التصعيد الإسرائيلي واغتيال أحد قيادات حماس في لبنان، كيف ترين انعكاس هذا التصعيد على الأوضاع في المنطقة؟ مساء الخير. يعني بالواقع هذا الاغتيال جاء مفاجئا للجميع، خاصة أنه دخل إلى عمق مدينة بيروت، الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وبالتالي وكأن الجانب الإسرائيلي قد أخذ بتوسيع قواعد الاشتباك التي كان معمولا بها والتي كانت يشار إليها بأنها في المنطقة الجنوبية وفي منطقة الشمالية من فلسطين. فبالتالي هذا التجاوز يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط لشخصية صالح العروري الذي تم اغتياله وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وإنما أيضا لما له من تداعيات تتعلق بموضوع السيادة اللبنانية. وكما ذكرت فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن. إضافة إلى ذلك فإن ذلك يمكن أن يكون له مترتبات من كيفية الرد على هذا الاغتيال، لا سيما أنه استهدف منطقة الضاحية الجنوبية والتي كما هو معروف هناك قوى لحزب الله، وبالتالي بعيدا عن الحدود الجنوبية التي كانت تجري المعارك فيها والاشتباكات والعمليات في هذه المنطقة. هذا له تداعيات كبيرة. صحيح. في رأيك أستاذة نجاة، ما سيكون مردود يعني إذا تقامت لبنان بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الهجوم الإسرائيلي الفاضح في ضاحية بيروت الجنوبية وانتهاك سيادتها؟ هناك كان في طلبات عديدة، ورفع لبنان العديد من الشكاوى منذ عام 2006، الخروقات الجوية والخروقات البحرية والخروقات البرية. يعني طبعا هذه الشكاوى يتم النظر فيها في مجلس الأمن، ولكن لم تمنع إسرائيل من تجاوزاتها ومن ارتكاب هذه التجاوزات، إنما اليوم الوضع مختلف. الوضع يتعلق بجر إسرائيل لجبهات وساحات أخرى غير جبهة غزة إلى هذه المعارك. وأعتقد أنه ما يريده نتنياهو اليوم هو توسيع هذه الساحات للساحات والجبهات الأخرى، وهو ما لا تريده اليوم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حريصة منذ 7 أكتوبر على عدم امتداد هذه الجبهات إلى أبعد من غزة وإلى أبعد من الداخل الفلسطيني. فبالتالي هل يمكن لنتنياهو أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد. صحيح أنه تم تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى إسرائيل، ولكن لا يمكن ربط ذلك بأن الولايات المتحدة يمكن أن تدع إسرائيل توسع الجبهات والساحات في هذه المرحلة. سيكون هناك غدا كلمة للأمين العام السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله، وفي هذه الكلمة التي كانت مقررة قبل عملية الاغتيال يمكن أن يتم الإعلان فيها عن كيفية المواجهة أو وضع خطوط لهذه المواجهة، هل ستتوسع؟ خاصة أن الفصائل الفلسطينية أيضا طالبت بأن يكون الرد في كل الساحات والجبهات، وإنما أعتقد أنه توسيع الجبهات وتوسيع الساحات تحتاج إلى مزيد من الاتصالات. واسمحي لي أخذ من كلام حضرتك أستاذة نجاة والوضع في المنطقة وفتح جبهات جديدة كما ذكرتي، نرى اتساع دائرة الصراع ودخول إيران والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى على خط المواجهة، كيف يمكن تجنيب المنطقة هذا الخطر؟ بالطبع هذا الوحيد الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور هو الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاتصالات ومن خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي بعدم توسيع هذه الجبهات وبعدم توسيع دائرة الحرب، لأن هذه دائرة الحرب وحال توسعها سيكون كلفته عالية جدا على جميع الأطراف. المستفيد ربما الوحيد من ذلك هو نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية الموجودة حاليا، وكما هو قد أشار يعني نتنياهو وطلب من الجميع عدم الرد بالنسبة لهذه العملية وعدم التعليق على هذه العملية، رغم أن العديد من وسائل الإعلام قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين
انه هذه العمليه هي عمليه اسرائيليه، وبالتالي يعني يمكن القول انه هي عمليه اسرائيليه، وقد تمت في خرق للسياده اللبنانيه وخرق للقواعد التي كانت موضوعه، وبالتالي توسيع هذه الساحات. اعتقد ان هناك سيكون اتصالات من جانب الولايات المتحده الامريكيه في هذا الاطار. اخيرا استاذه نجاة، تهديدات قوات القوات اليمنيه للملاحه التجاريه في البحر الاحمر وهجومها على عدد من السفن التابعه للاحتلال الاسرائيلي، كيف يزيد هذا من تفاقم الاوضاع بالمنطقه؟ هذا طبعا هو يزيد بشكل واسع، وخاصة أنه ممر باب المندب والبحر الأحمر هو ممر استراتيجي بالنسبة للتجارة الدولية، وبالتالي سيكون له تداعيات كبيرة. ومن هنا الضغط الأساسي الذي يمكن أن يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية لتهدئة الأوضاع ولحصر المعركة، وبالتالي الضغط بشأن وقف إطلاق النار والوقف الدائم لوقف إطلاق النار في غزة، وخاصة أنه هذه العملية جاءت بعد أن كان هناك اتصالات بموضوع وقف إطلاق النار وتبادل لعملية الأسرى. وبالتالي هذه العملية هل هي استهدفت وقف إطلاق النار ووقف الهدنة التي كان يعمل عليها من قبل الجميع، وكان في هناك اتصالات مصرية وقطرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي من أجل تأمين وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، هل هذه تشكل أيضا ضربة لذلك؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة. الصحفية والإعلامية اللبنانية نجاة شرف الدين، شكرا جزيلا لك.